هلا عم بقول هذا الرجال مو قليل بنوب. شايف هذا الرجال طالعني من بلوة كبيرة، يعني حتى أنا ما بحسن طالع حالي منها. شو تمام؟ أزاد منيحة؟ إيه منيحة منيحة، عايشة يعني منيحة. مستعد تعمل أي شيء مشانها ما؟ يعني هي مو جزء من اللعبة، ما هيك؟ هي إلك. يا ريت لو أنا محلها. بس شو بدنا نساوي؟ نحن اتنيننا مو هيك. لو هيك كنت بتقلي، كنت بتحكي الحقيقة. بس ما رح تحكيها، لأنه أنا وياك مو مثل أنت وأزاد. يا ريتنا هيك. يا ريت لو فيك تقلي شي شغلة. أنا رايح خال. يا ريتك لو توقفني، لو تقلي أنا ما قتلت أولادي، لو تقلي أنت غلطان يا إيزيل، لو تقلي إنك ما كنت عاملني طعم. عملني الطعم ما عندي مشكلة، بس قلي. يا ريتك لو ما كذبت علي. على طول انتو المزندين، على طول انتو المزندين، وما عندكم القوة اللي تخليكم تسددوا صح. إذا بتدخلوا رح تصيروا بنص الزحمة، ووجوهكم بتشبه وجوههم، ولبسكم رح يكون مثل لبسهم، مثل مريض بيحس حاله منيح بلحظة. حتى لو قوتكم كفتكم وصرختوا شوي. إيزيل، إيزيل ابني وينك؟ ابني ابني ابني. دائما رح يقول لك الصدار، انت دائما رح تضل وحيد، انت دائما رح تضل وحيد. وحيد
حتى لهون لحقني. طيب إذا شك فينا نحن رح يخلينا شي يوم عايشين؟ لا، في حسابات أكبر منك على الساحة. شو ما حاجتك أنت؟ ما خلصت مني؟ ما خلصت؟ شو هاي الحسابات؟ يعني مثل ما وصلني سمعت إنه رامز رح يرجع يتخبى ويختفي. مثل ما وصل لحضرتك وسمعت، بس دخلك أنت منين سمعت هالحكي؟ من واحد قريب كتير من الخال. إيه، لا تصدق كل شي بتسمعه. رح قلك من الآخر، قبل ما يطلع الخال برات اللعبة، خطتك مع شنكيز ما رح تمشي. والله يمكن يا علي لازم اتركك وروح اتعاون مع الخال. ليش لا؟ بس اتذكر شو اللي عم تعمله من ورا شنكيز. بجوز لازم انا اروح خبره شو اللي عم يصير. كأنك عم تخوفني بجنكيز. عيني، إذا خطتك فشلت ما عاد تحلم بعيشة بحياتك. أنا ما عم خوفك بجنكيز، بس في هاي المرة اللي أنت عم تحترق وتعمل كل شي من شانها، عم خوفك بأنك ما رح تأخدها. شلون؟ شو خفت؟ أكيد، ما أنت كل خطتك اللي بتعملها هيك، إلا ما تحرق فيها واحد بريء. عشان هيك خايف. ولك انت وعايشة طنجرة ولقيت غطاها، بدكن تعملوا يلي بدكن ياو بس، والأبرياء هن اللي عم يروحوا دعس بين الرجلين. بهار، ما أنا بريئة هاي؟ جان، ما أنا بريئة هذا الولد الصغير؟ ما في داعي تحكي علي، بيتك من إزاز فلا تحاجر. انت بعمايلك هاي ما بتفرق عني بشي ابدا. يغاب خاطرك، برجع بشي، واذا حدا تعدى عليك هنيك قل لي. معك مهله للمساء، بتعرف منيح شو بدي. اتصل بالتليفون، خليهم يفضوا الخان مؤقت. يلا. يا ترى رح يصدقونا؟ 10 أيام، شهر، يعني هيك. وبعدين؟ بعدين الحرب. وشو يلي رح يصير بإيزيل؟ إيزيل لازم ياخد قراره، يا أما بيوقف جنبي، يا أما رح بيوقف ضدي. تعرف ليش ما قدرت أحميك يا أران؟ لأني صرت أعرف منيح ألعب مثلهم تماماً، حتى أحسن منهم أحياناً.
صرت اعرف العب حتى احسن من الخال. يلا تيفو كرمال الله ركاب خلصني. يلا بقدر غشهم كلهم، بقدر اضحك عليهم،